بدي السوشيال ميديا كلها تولع باسم جيجي ونيو كولكشن تبعها. اكيد حبيبي ما تاكلي. سوزان نجم الدين تدخل القفص الذهبي وتفاجئ الجميع، كشفت هوية حبيبها الوسيم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر خطوبة الممثلة السورية سوزان نجم الدين بعد أن خرجت الأخيرة عن صمتها، وأعلنت الخبر ضمن مقابلة أجرتها مع أغاني أغاني كاشفة هوية العريس وجنسيته. وفي التفاصيل، حلت سوزان نجم الدين ضيفة على قناة أغاني أغاني، حيث تحدثت عن خطوبتها معتبرة أن قبل الخطوبة غير ما بعدها، كاشفة أنه من رجل أعمال سوري إماراتي تعرفت عليه خلال سفرها إلى فرنسا والتقت به على متن الطائرة. طيب هو أصله سوري بس مجنس إماراتي. مدير أعمال. إذا أعلنت سوزان أنها قد تكون عروس 2022 إذا ما صار شيء بحسب تعبيرها، إذ كشفت أن اسمه يبدأ بحرف الباء دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الموضوع. وفي سياق متصل، كانت سوزان نجم الدين أعلنت في وقت سابق أنها تعيش قصة حب، حيث كشفت في تصريح لمجلة لها ارتباطها، لكنها ألمحت يومها لوجود خلافات بينهما، إذ قالت يبدو أن الأمور لا تسير على خير ما يرام. حبت جمهورك لألك بتسميها خزعبلات؟ على فكرة غسان، هذا وكانت انتشرت في وقت سابق شائعات حول زواج الممثلة السورية سوزان نجم الدين من مرافقها الشخصي، حيث انتشرت صورة لها تجمعها مع شخص قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه زوجها، لتخرج عن صمتها وترد على الموضوع لوسائل إعلام مصرية، إذ قالت غريب كيف بصدق الناس مثل هذه الأخبار، فأنا ليس لدي بالأصل أي مرافق شخصي. كما أكدت سوزان حينها أنها لن تتوانى عن الوصول لمصدر الشائعة، كما أشارت إلى أنها فتحت خط اتصال مع محاميها الخاص لبحث إمكانية التعرف على مروجيها. كان معي وزير السياحة على الخط وقال لي ما تاكلي هم، أنا رح تابع ملف. إذا وأوضحت الفنانة السورية أنها كانت تعتزم عدم الرد على شائعة زواجها، لكنها فوجئت بانتشارها على نطاق واسع، مؤكدة أن الصور المتداولة تعود إلى 4 أعوام مضت، وتحديدا عند مشاركتها في الرحلة البحرية Stars on Board، حيث التقته حينها ولم تلتقه من بعدها في أي فعالية فنية، وأنها لن تخفي خبر زواجها حال حدوثه، وستعلنه بنفسها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. شو واه سوزان عم تعمل هيك لحتى والله تبين على السوشيال ميديا، واه مدري وقويها ما بعرف وقويها والاقاويل لا 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 لا، مجتمع فاضي بطريقة، مش كله بس في 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 فئة من المجتمع فاضيين بطريقة لك بيزعلوا يا الله. هل اليوم بتتقصد سوزان نجم الدين تكون حديث الإعلام؟ أكيد لا، ما بيهمني. وهذا ما حصل مؤخرا بعد تصريحها الأخير، حيث كشفت هوية خطيبها وأعلنت أنها قد تدخل القفص الذهبي قريباً.